بأدري إن كان شاعرنا العظيم صلاح جاهين قد انقطع محمد خان عن قرب، لكنني تذكرت قصيدة جاهين التي كتبها قبل أن يصبح خان مشهوراً ب15 عاماً على الأقل. إن جاهين يكتب: في يوم من الأيام راح أكتب قصيدة عن قطتي، عن الكمانجة الشديدة، عن طفل القميص نوم، عن قوس قزح بعد الصلاة في العين، عن قطشات البحر. وقد وجدت في محمد خان كل تلك المعاني والصور، وخاصة قطتي العجوزة سنسنة وعلى وجهها مسحة جادة تجلس وحدها فترات طويلة، ولكن حاول أن تداعبها فسوف تجدها تنفجر بالحيوية، تلاعبك كأنها تصطاد فريسة، لكنها أبدا لا تنشب مخالبها أو تكشف أنابها. وحتى لو كنا نحاكي الصيد فنحن نلعب. وهكذا كان وسيظل محمد خان في حواراته وأفكاره وأفلامه، يذهب للصيد السمين والثمين، لكنه في الحقيقة يلعب كثيرا.